الذي يأتي هذه السنة في سياق خاص لتراجع وباء كوفيد 19، حيث نعلم أن هذه المحنة العالمية التي كان لها وسيكون لها بلا شك تأثير نفسي كبير يقتضي بالتأكيد مضاعفة الجهود من أجل المرافقة النفسية للمرضى وأسرهم وكذا مستخدمي قطاع الصحة. أود في البداية أن أعرب عن شكري لجميع مهن الصحة المعنيين بترقية الصحة العقلية، وممثلي القطاعات الشريكة للصحة، وممثلي المجتمع المدني والأسرة الإعلامية على تلبية الدعوة لمشاركتنا الاحتفال بهذا اليوم الهام. سيداتي سادتي، لقد أدرجت الجزائر في دستورها حق المواطنين في حماية صحتهم، وقامت باستثمارات مهمة منذ الاستقلال لتوفير رعاية صحية متكاملة للجميع، وتعد الصحة العقلية حقا أساسيا وجزءا لا يتجزأ من الصحة، إذ تعتبر إحدى الاهتمامات الهامة في قطاع الصحة، كما أكدها على ذلك قانون الصحة 18-11. بهذه المناسبة أود أن أذكركم بأن الجزائر قد صادقت على المخطط العملي العالمي لمنظمة الصحة العالمية لأجل الصحة العقلية للفترة 2013-2020، كما تندرج ضمن آفاق 2020-2030 للمنظمة العالمية للصحة. لقد أكدت المنظمة العالمية للصحة في تقريرها الصادر في 8 أكتوبر 2021 العجز العالمي للاستثمار في الصحة العقلية، وكذا الصعوبة والبطء العالمي في توفير الرعاية الصحية للسكان، حيث لم يتمكن العالم من تحقيق معظم أهداف الصحة العقلية لسنة 2020، مما أدى إلى تمديد مخطط عمل المنظمة العالمية للصحة الخاص بالصحة العقلية إلى عام 2030 من أجل إتاحة فرصة جديدة للتقدم. وقد يتزامن هذا أيضا مع أجندة التي تقوم بها كل المؤسسات العالمية التابعة لمنظمة الصحة، والتي تحدد فيها أهداف 2030، وهذه الأهداف التي أدرجت في 17 قسما سيكون لها أثر أيضا أنها تدخل في هذا المجال الصحة العقلية، رغم أن الكثير من الذين يعتبرونها كأنها حالة اجتماعية وليست حالة صحية. بالعكس، يتوجب علينا مثل ما قامت به الجزائر منذ سنوات للاستثمار في مجال الصحة، والصحة العقلية هي جزء من الصحة العامة لجميع المواطنين. كما جاء في المخطط الوطني لترقية الصحة العقلية 2017-2020 الذي يتضمن 6 محاور استراتيجية مكملة للبرنامج الوطني للصحة العقلية لعام 2001، وتم إنشاؤه في إطار استراتيجي شامل من أجل تنسيق جوانب الترقية والوقاية والعلاج وإعادة التأهيل. على الرغم من جميع الإجراءات التي تم اتخاذها، لا تزال هناك بعض التحديات، سيما البصمة السلبية التي لا تزال تلاحق المصابين باضطرابات عقلية، مثل ما كنت أشرح منذ قليل، باعتبار أنها بصمة، ولو ربما نعتبرها النظرة أحسن من كلمة البصمة، لأن البصمة كما تعلمون وأنتم مختصون في هذا المجال لها الطابع الوراثي، فلا نعتقد أنها تكون لهذه الدرجة بصمة، ونظرة فقط. Je pense que c'est clair de ne pas penser plutôt qu'à... Plutôt c'est la vision des gens, comment ils voient le malade mental. Ils le voient comme un fléau social au lieu de le voir comme un problème de santé publique, au même titre que n'importe quelle maladie.
et qu'il faudrait, dans ce cadre-là,